أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، نرحب بكم في برنامجكم عين على المغرب. موضوع حلقتنا اليوم عن السياحة بالمغرب. نستضيف وإياكم فضيلة الدكتور الباحث عبد المبيع عيدوكي. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ موسى. لا بد أن نعرج قليلا عن مفهوم السياحة في البداية. السياحة طبعا إذا أردنا أن نعرفها هو انطلاقا من قوله عز وجل فسيحوا في الأرض، أي اضربوا فيها وتنقلوا من مكان إلى مكان. فالسياحة هي في مفهومها الحديث طبعا هو الانتقال من مدينة إلى مدينة أو من دولة إلى دولة من أجل أن يقضي المرء فترة معينة، أسبوع أو يوم أو يومين، يكتشف فيها تلك المدينة أو تلك الدولة وخصوصياتها الثقافية والاجتماعية طبعا والحضارية والتراثية، ثم يجدد فيها نفسه ويعود من جديد إلى مدينته أو دولته الأم ليباشر سنته من جديد. إذن السياحة بالمغرب، يعني عرف المغرب واحد النوع، يعني واحد القفزة نوعية في مجال السياحة، وبالتالي اشتغل على مجموعة ديال الأركان اللي كتحددها، اللي هي النقل والإيواء والبرامج، باش يعني رجعوا المغرب كوجهة سياحية جذابة. هو كذلك المغرب الآن أصبح وجهة سياحية مهمة لكل الدول، لأن الظروف التي يعيشها الآن العالم والتحولات الإقليمية وهذه الصراعات والحروب والربيع العربي، يعني أصبح يجعل من السواح الذهاب إلى دول تعرف حركات يتراجعون وينقبضون ويخافون، لأن الإنسان يبغي من السياحة هو تغيير الجو وتحسين نفسيته، لا أن يدخل في توقعات وخوف و بين قوسين نقول حتى إرهاب. أنت تعرف أن مجموعة من السواح اللي تم السطو عليهم من طرف إرهابيين وتم القتل ديالهم أو تم أخذهم كرهائن، هذا يؤثر على السياحة في الدول. المغرب ولله الحمد طبعا ينعم بهذا الاستقرار والأمن، هو أصبح وجهة كما قلت للسياحة. والبنية على مستوى النقل، أصبح المغرب اليوم يتوفر على شبكة كبيرة من الطرق السيارة، يتوفر على مطارات الآن اللي تفتحت في الرشيدية وتفتحت في مدن أخرى، اللي خلات أن وسائل النقل تتوفر على مستوى النقل الجوي للوصول إلى المناطق الإيكولوجية السياحية كالرشيدية والصحراء الشرقية طبعا. نعم، ماذا عن السياحة الداخلية بالنسبة للمغرب؟ السياحة الداخلية في المغرب طبعا لا زالت لم ترقى إلى المستوى المطلوب، رغم توفر المؤهلات للقيام بهذه السياحة، لكن الثقافة المغربية اليوم لا زالت مرتبطة بالزيارات الأسرية وتبادل الزيارات بين العائلات من مدينة إلى مدينة. أما فكرة الانتقال من الزيارات العائلية إلى سياحة خاصة لا زالت تحتاج إلى توعية وتحتاج إلى تحسيس من أجل الرفع من المنسوب ديال السياحة الداخلية، هذا على طيلة السنة. أما في الصيف طبعا تنشط السياحة الداخلية في المغرب على الشواطئ فقط، ولكن نحتاج إلى رؤية جديدة، إلى تحسيس جديد لكي ينشط لنا السياحة على مستوى الجبل، على مستوى الرمال، على مستوى الصحراء، في إطار في فصول أخرى غير فصل الصيف. ذكرتم من السياحة الجبلية، السياحة الشاطئية، السياحة الثقافية أو الخاصة بالمدن العتيقة، يعني بالآثار المتاحف. نعم نعم، يعني المغرب ولله يزخر، ولكن في نفس الوقت هناك يعني قصور في هذه المجالات.
وهي أيضا تدخل في هذا المطلب الذي قلنا نحتاج إلى تحسيس إلى توعية للمغربي للأسرة المغربية السياحة. دور وزارة السياحة، دور وسائل الإعلام أيضا، دور المجتمع نفسه يدخل في إطار وسائل الإعلام مواقع إلكترونية إلى البحث عن السياحة الداخلية، والتي لا تكلف ولا تحتاج إلى تأشيرات ولا تحتاج إلى أموال كثيرة، ولكنها تجدد النفس وترفه عن النفس وتخلق يعني استثمار جديد وتنمية للرأس المال الداخلي المغربي. يعني السياحة ودورها في تقريب يعني مجموعة ديال التقاليد، مجموعة ديال يعني الافكار داخل المجتمع المغربي، وجعلوا واحد المجتمع يعني متماسك ومنسجم. من طبيعه الحال لو ارتقت هذه السياحه الداخليه في المغرب بنفس الوتيره التي ترتقي بها في فصل الصيف، نعم، يعني وتسجلت يعني نفس الوتيره او نفس العدد الذي يتحرك في الصيف في اطار السياحه يتحرك مثلا في فصل الشتاء الى المناطق الثلجيه، وفي فصل الخريف الى المناطق الصحراويه، طبعا هذا سيجعل المغربي يكتشف ثقافته الاخرى المتعدده، يكتشف يستطيع الامازيغي ان يكتشف ثقافه الصحراوي، ويستطيع الصحراوي ان يكتشف ثقافه الجبلي، والجبلي ان يكتشف طبيعه الدكالي. هذه الرفع من المنسوب ديال هذه السياحات الداخليه يجعلنا نقف على ثقافه المغربي الاخر بمختلف تنوعاتها وتجلياتها. السياحة الآن يعني الدولة أخذت على عاتقها الرفع من السواح الأجانب، وهي تسير بخطة ثابتة. الأمر يحتاج إلى مزيد من التعبئة ومزيد من الجهد، لكن على المستوى الداخلي نجحنا في السياحة الشاطئية، لكن الجبلية والصحراوية لا زالت تحتاج إلى جهد آخر، وهذا ما يعمل عليه المغرب في القادم من الأيام. نتمنى الخير أكيد لبلدنا وللسياحة الداخلية كما للسياحة الخارجية. شكرا دكتور على الإيضاحات. شكرا أعزائي المشاهدين، لنا موعد في موضوع آخر.